السلام عليكم ورحمة الله تعالى. رجاء قبل ما نبدأ في أي كلام تحملونا في هذا الفيديو بدون الانتماء لأي شعارات ولا أي حاجة. احنا هنتكلم في هذا الفيديو بالشكل العام بالرؤية الواضحة حتى هذا الوقت اللي حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استخدام قنابل الزنا بتاعتها 2000 رطل لاستهداف هدف معين. تمام؟ الهدف ده في 5 عمائر، 5 أبنية. حضراتكم أكيد شفتوا الفيديوهات، الأبنية تحولت مش إلى ركام، إلى غبار، إلى ذرات الغبار، إلى ما هو أقل من التراب. ليه؟ لأن الاستهداف تم بوسيلة وتقنية عالية جدا جدا جدا. طيب النقطة المهمة هنا اللي عايز أكلم حضراتكم فيها هو إن نتنياهو صدق على اللي هيحصل في الضاحية الجنوبية قبل ما يغادر نيويورك. بمعنى نتنياهو مش امبارح على نيويورك، وكلماته النهارده كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني معنى كده ان نتنياهو عنده معلومة ان الأمين العام رايح يحضر الاجتماع داخل المقر في الضاحية الجنوبية من امبارح او اول امبارح. بالله عليكم، حجم الاختراق اللي بيحصل في الجنوب للبنان او اللي موجودين في جنوب لبنان عامل ازاي؟ حجم نقل المعلومات عامل ازاي؟ لما يبقى نتنياهو صدق على اللي هيحصل في الضاحية الجنوبية النهاردة، نتنياهو مصدق عليه امبارح، مصدق عليه امبارح. امريكا قالت احنا ما نعرفش، رغم ان اوستن وزير الدفاع الامريكي كان مع يوآف جالانت وزير الدفاع الاسرائيلي اثناء عملية التنفيذ. طيب بكل اسى واسف، واتمنى من حضراتكم ما حدش يزعل، وزي ما قلنا بداية الفيديو ما تاخدش الكلام اللي هقوله على اعصابك. بكل أسى وأسف، ما تنقله إسرائيل عن لبنان لو حضرتك تلاحظ بيكون في أغلب الأحوال بنسبة كبيرة جدا الكلام بيطلع صحيح. يعني لما قالت من اللحظة الأولى اللي حصل لشكر في الضاحية الجنوبية من 2 شهر تقريبا، قعدنا في لبنان ننكر لمدة يوم كامل، يوم ونص، وبعدين طلعنا اعترفنا. لما قالت اللي حصل لشخص كمان في الضاحية الجنوبية اللي هو تحت شكر مباشرة من أسبوع، لبنان قعدت أكتر من 8 أو 9 10 ساعات تنكر وبعدين اعترفت. لما حصل اللي حصل للقبيسي قعدنا ننفي لمدة يوم كامل وبعدين اعترفنا. كل ده ولسه الكيان بيجي له معلومات دقيقة. اللي حصل النهاردة إيه بقى في موضوع الأمين العام؟ زي ما قلت لحضراتكم، الأمين العام في معلومة وصلت للكيان إن هو رايح المقر ده من امبارح. ده تقوليش بقى بيجر والكلام ده كله اللي كان نتنياهو بيتصمت وبينقل منه. يا جماعه، يوسي كوهين رئيس الاستخبارات الاسرائيلي السابق، رئيس الموساد، قال ان لنا عين في لبنان تستطيع ان هي تجيب لنا ابرز القيادات رايحه فين وجايه منين. هذه العين على ما يبدو موجوده حتى هذه اللحظه. يبدو ان العين دي موجوده حتى هذه اللحظه. وعلشان كده هنروح لمرحلة مهمة جدا. عمليات الاستهداف اللي تمت في الضاحية الجنوبية كانت بصاروخ او 2 والحجم صغير. تمام؟ الصاروخ ده يحدث الامر بتاعه او يحقق العملية بتاعته بنجاح في نطاق صغير. اما كون ان النهاردة يتم استخدام 2000 رطل، فهي بالبلدي كده نتنياهو او اسرائيل بتقولها لك بمنتهى البساطة، أنا بستهدف هذا الأمر أو بعمل هذا الأمر علشان الأمر يكون ناجح بنسبة 100%. وده يا جماعة اللي احنا بنقوله لحضراتكم. مشيت في شارع، واحد ضربك على قفاك، مقابل ضربة القفا اللي اداها لك، هو ما خدش جزء لام؟ وانت ماشي المرة الجاية هضربك على قفاك وهديك بالشلوت وهيعمل لك البنطلون بتاعك. فالمقصد انت سكتت على موقف واتنين وعشرة ومية، واصل مش عايزين الموضوع يتوسع اكتر من كده. بس لسه ما مش عايزين يتبهوأ، احنا مش عايزين الموضوع يبهوأ اكتر من كده. يا جماعة شوفوا، يا جماعة ابو ابراهيم لما خرج في 2011، الراجل ده خرج لعمل لقطة يمين ولا لقطة شمال ولا خطابات عنترية ولا الهوى. الراجل ده خرج عارف ان نتنياهو له 7000 عين في القطاع. كان الراجل ده هدفه الاول هذه الأعين تبقى مش موجودة. الراجل ده كان هدفه الأول إن الناس اللي بتنقل نتنياهو ما تبقاش موجودة علشان خاطر
عملية انتصارك في أي معركة أيا كانت، حتى وإن كانت معركة كلامية، عملية انتصارك هو إنك تعرف المعلومة عن خصمك. أنت لو عرفت المعلومة عن خصمك حتى لو أنت أضعف منه هتفوز عليه. فما بالك إن هو متطور عليك تكنولوجيا ومتطور عليك في حاجات كتير جدا، وكل الأنظمة المتقدمة والدول المتقدمة بتدعمه، وأنت بسم الله ما شاء الله إخوانك رفقائك جيرانك بيخضروا بيك وبيخونوك زي ما أنت شايف مصر والسعودية والإمارات والأردن وغيره والبحرين والكلام ده كله. فانت النهارده المعلومه عنده. انت كمثلا لبنان شفت موقف واثنين وعشره وميه والف، ولما البيجر حصل قلنا يمكن البيجر تصنت بياخدوا كلام، بعد البيجر مره واثنين وثلاثه وخمسه ونجحت. طيب النتيجه ايه بقى؟ النتيجه ان وكاله الانباء الفرنسيه، ولما اقول لك وكاله الانباء الفرنسيه لازم تركز قوي لان فرنسا بنتها في الدول العربيه لبنان. تمام، شوف ماكرون لما راح زار لبنان، راح زار اسمها ايه فيروز المغنيه، راح اللبنانيين كانوا بيحتضنوا ماكرون، هم بيحبوا فرنسا شويه، مش ماكرون بيحبوا فرنسا، يعني اللبنانيين بيحبوا فرنسا شويه. فالمقصد يعني وكاله الانباء الفرنسيه نفت الخبر شكلا وموضوعا، نفت ما نقلته هيئه البث الاسرائيليه، وقالت ان الامين العام لا ما فيش حاجه حصلت، ده حسب ما نقلته وكاله الانباء الفرنسيه. ايضا وكاله رويترز عن مصدر رفيع داخل لبنان في الضاحيه الجنوبيه يعني، قالت لا لم يحدث وما كانش وصل المقر اصلا، يعني عمليه الاستهداف تم بالفعل، وده يا جماعه هيؤدي الى ارتفاع كبير جدا جدا في اعداد الناس، لان خمس مباني خمس عماير محلات تجاريه اتساوت بالارض بقت عباره عن غبار. فللاسف الشديد وارد ننتظر معلومات ان الاعداد كبيره، نسال الله عز وجل الا يكون ذلك يعني. لكن النتيجه في الاخر وكاله رويترز وكاله الانباء الفرنسيه الجارديان البريطانيه صحف معينه قالت بناء على مصادر موثوقه ان الامين العام ما حصلوش حاجه. على الناحية الأخرى كمان صحيفتها أرتس الإسرائيلية قالت إن الأمين العام ما حصلوش حاجة. أما يديعوت أحرانوت معاريف القناة 12 الإسرائيلية والثلاثة دول مش داعمين لنتنياهو، يعني هم في صف المعارضة ضد نتنياهو، الثلاثة دول بيقولوا بناء على مصدر من المعلومة الذهبية أو المصدر اللي بيجيب لهم المعلومة الذهبية اللي هو بيقول لهم القائد ده قاعد فين، هيجتمع فين، عندنا لقاء فين، مصدر المعلومات الذهبية ده بيقول لهم ان على الاقل ان الرجل تعرض لإصابة ما. ده بالنسبة ليديعوت أحرانوت معريف القناة 12 الإسرائيلية. تمام؟ طيب الوضع الداخلي ايه اللي بيحصل في الكيان النهاردة؟ هجري دانيال او دانيال هجري متحدث باسم الكيان والكلام ده كله باسم الجيش، خرج واعلن ان احنا في انتظار قد يكون هناك رد قادم من لبنان اكبر. خرجت القناة 12 الإسرائيلية وقالت انتهت المرحلة بتاعت خد ودي والكلام ده كله، يبدو ان احنا داخلين على مرحلة من الحرب الإقليمية. ولو حضرتك تلاحظ نتنياهو كلما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لازم حضرتك تكون عارف ان نتنياهو أخد الضوء الأخضر. يا جماعة أمريكا بالنسبة لنا اللي بيحصل ده اتصفاني، سيبك من أي تصريحات لبلينكن لبايدن لكل للمستشار الأمن القومي، كل ده في البلوظة. أمريكا بالنسبة لنا اللي بيحصل ده جاية على هواها قوي، إن الموضوع يتوسع شرط ان ما يروحش نتنياهو ناحيه نظامين، النظام الاردني والنظام المصري، علشان كان بديفيد او اتفاقيه وادي عربه ما حدش يجي ناحيتها. لكن على اللي بيحصل داخل لبنان، الجيش الكيان واسرائيل والجبهه الداخليه بتستعد ان قد يكون هناك رد كبير جدا جدا على تل ابيب. حتى الان ما فيش اي معلومات مؤكده لا حتى من الجانب ده ولا من الجانب ده، هل الامين العام تمام ولا مش تمام، ده ما حدش عنده معلومه. واتمنى ان طبعا الكلام اللي انا هقوله لحضراتكم دلوقتي يكون غير صحيح. تمام، لكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو، فيما يخص لبنان لبنان لبنان، ايران ايران ايران، فيما يخص لبنان ايران ايران لبنان، اليمن لا القطاع لا، اليمن لا القطاع لا، فيما يخص لبنان وايران للاسف 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 لدى الكيان ولدى الموساد ولدى الجيش الاسرائيلي معلومات دقيقة جدا 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 عن كل أمر فيهم. وفكرة إنهم يعلنوا ما يشبه كده بحالة الطوارئ العامة في عموم القناة 12 الإسرائيلية قالتها لك نصا، قالت في عموم البلاد الطوارئ العامة بما فيها تل أبيب، ده معناه إن عندهم معلومة موثقة ربما
تكون بتؤكد هذا الامر انه تم وخلاص، واني نتنياهو حقق عمليه ناجحه جدا جدا بعيدا عن اللي حصل النهارده له في الامم المتحده والوفود الدبلوماسيه والعربيه اللي سابوه مش ومرضوش يسمعوا الكلمه بتاعته. هنتابع مع حضراتكم التطورات اللي بتحصل في لبنان، لكن يا جماعه اللي الواحد مش قادر يتقبله كميه الـ يعني مش ممكن، مش اعلى واحد مش ممكن معروف رايح فين وجاي منين. عشان كده بقول لحضراتكم انك تملك المعلومه، تاكد انك هتنتصر على ايا كان من الشخص اللي انت هتنتصر عليه طالما انت عندك المعلومه. وللاسف الشديد نتنياهو عنده المعلومات دي كلها من مصدر المعلومات الذهبيه كما وصفته قناه 12 الاسرائيليه. سلام عليكم.